عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بعملية التكامل الغير محدد، ونتمنى شنو الأسئلة اللي دزلناها على التليجرام. أكثر الأسئلة اللي دزيتوناها على التليجرام أسئلة منهجية وزارية جميلة جدا، وإن شاء الله ردينا عليها على كل الأسئلة الموجودة على التليجرام. بالإضافة لذلك هنا أنا عندنا جميع سؤال وزاري أنا دا أحاول قدر المستطاع دا أحله لك في سبيل الاستفادة من اليوم. ناخذ التكامل الغير محدد بعد ما شرحنا قواعد التكامل الغير محدد أو قواعد التكامل بصورة عامة. هنا بالتكامل الغير محدد يقول لك سؤال جد قيمة كل من التكاملات الآتية. أنا اختاريت عدة تكاملات كلها وزارية حتى تعرف شلون تجيك بالأسئلة الوزارية وتعرف شلون تحلها. أول راح نجي نحل تكامل عندنا غير محدد أمامك، شلون راح نبدأ بعملية الحل. هنا راح أعلمك الحل. السؤال النقطة رقم واحد يقول تكامل انطاك X هنا 4 للأس زائد X للأس 3 ناقص X تربيع D للX. هنا شو راح نبدأ عملية الحل؟ انتبه علي. أول خطوة مثل ما علمتك نرفع حدود التكامل. شو راح تبدأ بعملية رفع حدود التكامل؟ تبدي برفع حدود التكامل. اول شغله قلنا هاي الحدود التكامل من تيجي تتكامل ارفعها، شو نخلي بمكانها؟ هاي العلامه المساواه. الاكس دائما تنزل نخليها، الاس شو تسوي له؟ زيد ليها واحد، تقول له قسم على الاس الجديد هو زائد واحد، 4 زائد واحد موجب. الاكس هنا 3 زائد واحد وهنا 3 زائد واحد ناقص الاكس 2 زيد ليها واحد واثنين الأس الجديد هو واحد زائد سي ثابت التكامل. هاي الخطوة ممكن نلغيها، ممكن من استفاد منها، بس احنا دا نعلمك بيها وان شاء الله من تضبطها رأسا جاوبني بهالطريقة. اكس للأس 5 نجمع 4 زائد واحد على الأس الجديد زائدا اكس أس 4 على 4 هنا ناقص اكس 3 على 3 زائد سي. شوف هنا حلينا هذا المثال الأول الاهنا منطيك يا اني بالأسئلة. شوف دائما من انطيك سؤال لازم شو تسوي؟ تنتبه عليه. هذا اول واحد احنا حليناه. نجي على الثاني. هنا الطالب راح يخربط بهاي الدالة كل سهلة، هذا ممكن ندخلها بكل سهولة وممكن اوزعها وممكن اطلع الثابت برا حسب طريقة، فاسهل طريقة للطالب فخلي يبدأ بعملية توزيع. يعني عندي هنا خطوة رقم 2 يقول تكامل منطق 5 2 اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 5 كله دي للاكس. قلت لك عمليه توزيع اعتياديه. شوف شو راح توزع، انتبه علي شو راح اوزع. التكامل نفسه ينزل 5 في 2 راح تقول 10 اكس تربيع، 5 اشاره السالب تنزل موجب في السالب سالب طبعا، 5 في 3 15 اكس الموجب في الموجب موجب 25 كل دي للاكس. هسه اقول لك اكو بعد تبسيط بالسؤال، تقول لي لا استاذ اي تبسيط ماكو. ليش؟ لان هنا تربيع هنا اسا واحد الداله، فمن اجي اكامل ايش اسوي؟ قلت لك نرفع حدود التكامل. العدد الثابت نزله ما لك علاقه به. الاكس 2 زائد 1 على 2 زائد 1 لان دائما الاس زايده 1 ناقص العدد الثابت 15 ينزل، والاكس راح يكون عندك هو اسه واحد وزيده واحد على واحد زائد واحد زائدا ال 25 شو نضيف لها؟ اكس زائد سي. شوف قلت لك هاي الخطوه ممكن نلغيها بكل سهوله، راح نقول لك 10 اكس 3 على 3. يعني الطالب هاي اذا لغاها الخطوه ما ياثر عليه بشيء، راسا يقدر يجاوبنا بهالطريقه. 15 تنزل اكس 2 على 2 زائد 25 X زائد C. تلاحظ هسه أنا وياك حلينا المثال أول المثال الثاني. نجي للمثال الثالث أسهل منه ما يمكن. هذا المثال الثالث بعض. المثال الثالث يقول لك تكامل الجذر التكعيبي X للأس 5 كل دي للX. إيش قلنا بقواعد التكامل إذا تستذكر طبعا؟ دائما اذا لقيت جذر بالتكامل رفعي حولها الى داله اسيه. شو راح تحولها الى داله اسيه؟ باور. هذا يمثل الداخل
وهذا يمثل عندك الخارج طبعا باوع بكل سهولة، يعني راح تقول 5/3 دي للأكس الداخل على الخارج. هسه ممكن نكامل؟ اي نعم ممكن نكامل. تعال الدالة تنزل، اجمع 5 + 3 مو 8، هاي 8 على اليمن على 3 على الأس الجديد، هو 8/3 زائد سي. شوف عبرت هاي الخطوة اللي علمتك اياها، قلت لك زيتها واحد رسم عبرت لك اياها. هنا ما انسى مقلوب القسمة، مقلوب القسمة لا تنسى هاي العبارة، راح شي يساوي لنا 3/8 والاكس ينزل 8/3 زائد سي. ممكن الطالب يحاول جذر وممكن هنا ينتهي هاي الخطوة، ما عنده اي مشكلة، يعني يوصل لهنا وينهي الحل هي درجة كاملة. يريد يكمل بعد هاي 8/3 ويرجع للجذر، الداخل هذا الداخل عندك 8 والخارج هو 3. شوف دا اوضح لك اياها شلون تتوضح العملية، الاكس ينزل ما له علاقة بي، الخارج هو التكعيبي نزلته قدامك، والداخل هو 8 هذا 8 زائد سي، خدنا درجة كاملة. ايضا هنا بقى عندنا مثال الاخير، المثال الاخير منطيك هنا 4 تكامل اكس تربيع في جذر، منطيني هم الجذر، الجذر الخامس اكس تكعيب دي للاكس. ايش علمتك هسه بالمثال هذا؟ قلت لك اي جذر تباوع عليه حول يا دالة اسية، اذا الطالب اول ما يجي حوله الى دالة اسية، يعني راح اقول اكس تربيع في اكس، هذا قلنا الداخل شوف بكل سهولة، وهذا يمثل لك الخارج، اذا عرفنا الداخل على الخارج 3/5 دي للاكس. هنا الطالب يقول لي ممكن اني هنا هاي الدالة رسن اقولها +1، اقول له لا بيناتنا عملية ضرب. انتبه هنا عملية ضرب الاساسات من شابهة، عملية ضرب الاساسات من شابهة شو نسوي؟ ننزل التكامل وننزل اساس واحد، وعند الضرب تجمع الاسس، انتبه على هالعبارة، عند الضرب نجمع الاسس. اذا هنا دا علمك شلون تجي العملية، راح تقول 2/3/5 كلها دي للاكس. هسه يقول الاستاذ بعد شو اسوي الخطوة اللي بعتي؟ اقول لك باوع هنا تقول تكامل، بعدنا بالتكامل دا نحكي، تضرب 2 × 5 هنا نضرب شوف راح تقول 10، وهنا نجمع الناتج 10 + 3 راح يصير 13/5 دي للاكس. هنا الدالة لحد الان كملت الدالة، بعد ما عندي تبسيط للتكامل، شو اسوي؟ راح ابدا بالتكامل، باوع اكس انزلها، اقول لك 13 + 5 راح تقول لي 18/5، يعني احنا مو نقول +1 من توحد المقامات يطلع لك 18، فافضل طريقة شو تقول 13 نجمع +5، هنا على نفس الاس هو 18/5 زائد سي، مقلوب القسمة راح تقول 5/18، وهذا ايضا ينزل الدالة 18/5 زائد سي. هنا الطالب يقول ممكن نرجعها للجذر؟ نعم 5/18، وهنا الجذر راح ارجع لك اياه، هذا يمثل الداخل شوف، وهذا يمثل عد الخارج، اذا الخارج هو الجذر الخامس، وهنا اكس لل 18 زائد سي. ان شاء الله هذه اللي اختاريناها الاربع امثله مهمه جدا من الاسئله الوزاريه اللي اجت باكثر من سنه من السنين السابقه، الغايه من عدة تستفاد منها، وان شاء الله نلتقي وياكم بعض الاسئله الوزاريه المهمه راح اذكر لك اياها، مع تمنياتي للجميع بالنجاح.